اول حاجه يا برنس نحمد ربنا اللي احنا كسبنا، لان النادي الاهلي يا برنس ماشيين بنسحف على البطوله، ماشيين بص ماشيين بطلوع الروح بنسحف على البطوله دي، بنكسب مصر المقصه بالعافيه، بنكسب مصر المقصه بالعافيه. شفت وصلنا لايه؟ شفت حالنا وصل لايه؟ احنا ماشيين بكح ترافي بطوله الدوري. الدوري ده لو جه نبقى ثلاث عجول. ايه الدوري اللي فيه اصابات؟ ايه الدوري اللي فيه كوارث؟ ايه الدوري ده؟ الشناوي النهارده اتصاب، ناقص ريكاردو سواريز اتصاب، ناقص الراجل اللي لسه جاي اتصاب، مين تاني ما اتصابش؟ قولوا لي مين تاني ما اتصابش في الاهلي؟ الاهلي النهارده يا برنس يكسب مصر المكسر 1-0 بالعافيه، بالعافيه، بطلوع الروح. ليه بقى يا برنس؟ نقعد نفكر كده مع بعضينا ان مصر المقصه في الشوط الاول، في اخر الشوط الاول خالص كان هيتحرق دم اللي جابونا، ومصر المقصه جاب الجون ولكن الحمد لله طلع اوفسايد. يتكرر نفس السيناريو في اخر الشوط الثاني وفي اخر المباراه، مصر المقصه يجيب جون ثاني ونحمد ربنا انه طلع اوفسايد كمان، نحمد ربنا ان مصر المقصه كمان كان هيجي لها ضربه جزاء ولكن الحمد لله ان اللعيب وقع بره. ياسر ابراهيم، ياسر ابراهيم هتودينا في كوارث ياسر ابراهيم. الاهلي يا برنس الاهلي البطوله دي بتقالي اصعب بطوله في تاريخ النادي الاهلي، اصعب دوري هنجيبه عشان تبقى فاهم، دوري هنجيبه بطلوع الروح، دوري هنجيبه بالعافيه عشان تبقى فاهم. زق الدنيا معايا شويه يا برنس، زق الدنيا معايا شويه يا برنس، وادعي للنادي الاهلي، ادعي للنادي الاهلي لان الاهلي بص ضايع، الاهلي اللعيبه كلها بتصاب. انت متخيل يا برنس نازلين مباراه مصر المقصه ما عندناش غير مهاجم واحد، ما عندناش غير حسام حسن، ونص اللعيبه بتتعالج اساسا، ناصر كارتو سواريز يروح يتعالج هو كمان خلاص يا برنس. ولكن نبص ونتكلم شويه على المباراه سريعا. الاهلي النهارده عجبني، تقول لي عجبك ايه يا عم ده احنا بص كان طالع لنا، ولكن النهارده لو جيت بصيت على كريم فؤاد طاير ناحيه اليمين، محمود وحيد طاير، تحس ان ريكاردو قال لهم ايه؟ بقول لكم يا شباب بقول لكم ايه احنا خلاص بقينا ضايعين، اقول لكم اللي فاهم من حاجه يعملها. يا برنس النهارده كريم فؤاد كان طاير، محمود وحيد طاير، رامي ربيعه وياسر ابراهيم ضاغطين الصراحه في بدايه المباراه، كنا ضاغطين مصر المقصه يا برنس، وده يدل ان احنا كنا نازلين عاوزين نكسب. ولكن في فرق في نوع الكواليتي اللعيبه، هتقول لي يا عم برده لعيب الاهلي ده احسن حاجه وكل حاجه، ولكن برده يعني كل احترام للعيبه اللي لعبت النهارده وكل حاجه، ولكن انت مش هتجيب مثلا فخري زي بيرسي تاو، زي ما بتلعب محمد شريف، زي ما بتلعب مثلا عمرو السوليه، لما بتلعب باللعيبه كلها فايقه، كل الكلام ده. الاهلي النهارده قدر ان هو يكسب، الاهلي النهارده ابتدى تبان بصمات ريكاردو، ان ريكاردو من المدربين اللي هو بيعتمد على الضغط العالي، الضغط العالي اللي هو امسك المنافس اللي انت بتلعبه ده اضغطه في ال 18 ما تطلعوش، امسكه في ال 18 ما ايه بص بهدله في ال 18. ريكاردو من المدربين اللي هي بتعتمد على الموضوع ده، ريكاردو من المدربين اللي هي بتعتمد على الضغط العالي، اضغطهم في ال 18. هو ده اللي احنا شفناه يا برنس، واللعيبه طايره. شفت كريم فؤاد تحس ان هو ما بيلعبش باك يمين، ده بيلعب جناح يمين، ده بيلعب مهاجم ناحيه اليمين، ولكن الحمد لله، الحمد لله يا برنس، الحمد لله احنا كسبنا وربنا، وربنا نحمد ربنا يا برنس. واستنى بقى الحلقات اللي جايه يا برنس، اللايك بتاعك ما تنساوش، واشتراكك في القناه لسه ما اشتركتش، عشان في حلقات جامده جدا جدا لسه هتنزل يا برنس، والسلام.